طراز جديد من بورش باناميرا، التوك توك صناعة مصرية، أبليكيشن لعملاء نيسان في مصر، وفيت في قلعة صلاح الدين، تور درايف لبيجو 3008، واستنى مفاجأة أوبر وهيونداي، ومقارنة بين شيري وشانغان. خير، خلينا نبتدي حلقتنا النهارده بخبر هيهم ناس كتير جدا، خصوصا اللي عندهم عربيه سكودا. ارتك اوتو وكيل علامه سكودا في مصر اصدرت مؤخرا بيان بتنفي فيه كل الاشاعات اللي انتشرت الفتره الاخيره بشكل كبير ان هيتم بيع العلامه لشركات تانية كتير. البيان الموقع من فورست نائب رئيس مجلس اداره الشركه اكد ان ارتك اوتو هي الوكيل الحصري لسكودا اوتو من سنه 94 ومستمرة في عملها، وإن الأخبار الخاصة ببيع الوكالة مش حقيقية. من ناحية تانية، مرسيدس بانز إيجيبت أصدرت بيان رسمي رداً على البيانات اللي تداولتها وسائل الإعلام عن بيع توكيل علامة مرسيدس في مصر. الرد أكد إن الشركة مملوكة لشركة دايملر الألمانية، وإنها ما حصلتش على أي طلبات للحصول على الوكالة أو التوزيع في مصر، وإنها مستمرة لغاية دلوقتي في عملها في السوق المصري بنفس الشكل الحالي. قريباً التوك توك هيكون بإيد مصرية. شركة الأمل لتصنيع وتجميع العربيات وكيل لادا وبي واي دي أعلنت أنها تبتدي في تصنيع مكونات التوك توك في مقر مصانعها بمدينة العاشر من رمضان، وأنها بتستهدف إنتاج حوالي 80% من مكونات التوك توك محلياً واستيراد الموتور من الخارج. التوك توك المصري من المتوقع أنه يطرح في الأسواق في الربع الأول من 2017. المجلس المصري للسيارات برئاسة فريد الطوبجي الرئيس التنفيذي للمجموعة البافارية للسيارات نظم اجتماع ناقش فيه كل المشكلات اللي بتواجه عملية صناعة وتجارة السيارات في مصر في الفترة الأخيرة، واللي كان من أهمها عدم توفر الدولار والعملة الصعبة والمشكلات اللي بتواجه المصنعين في مصر. ومن ناحية تانية، رابطة مصنعي السيارات عقدت اجتماع اتناولت فيه عدد من مشكلات قطاع السيارات وبحثت مجموعة من الحلول لمشكلة العملة في مصر. أبليكيشن جديد للسمارت فونز من نيسانز موتور إيجيبت، وده لتسهيل خدمة قبل وبعد البيع لكل عملاء نيسان في مصر، وكمان لتسهيل خدمة حجز معاد للصيانة في أكتر من 22 مركز خدمة على مستوى الجمهورية ومعرفة تكاليف الصيانة قبل تحديد معاد الزيارة، وبالإضافة للتعرف على مواصفات عربيات نيسان وأسعارها وقاعات العرض اللي بتبيعها والعروض الخاصة اللي بتوفرها الشركة. واضح إن شركة نيسان كان عندها بعد نظر بتنظيم فكرة جي تي أكاديمي اللي بتحول كل عشاق ألعاب الفيديو جيم لسباقات السيارات لسواقين محترفين، لأن في دراسة جديدة لجامعة نيويورك أكدت إن ممارسة ألعاب الفيديو ومن ضمنها ألعاب العربيات بتزود قدرة السواقة الحقيقية، وكمان بتساعد السواقين على التركيز واتخاذ قرارات سريعة والسواقة بمهارة أكبر. من ناحية تانية، بنتابع جولة جديدة من مسابقة جي تي أكاديمي، هنكون معاكم في مدينة 6 أكتوبر من مول العرب. ببساطة، المسابقة بتدور على سواقين محترفين للعبة جراند توريزمو على أجهزة السوني بلاي ستيشن عشان تحولهم لسواقين محترفين. أول سنة شارك في نيسان جي تي أكاديمي، تجربة مختلفة شوية بس تجربة جميلة ما شاء الله، يعني حاجة كويسة يعني، والتيم مساعد جدا بالنسبة للناس اللي موجودة هنا، مدينا فرصتنا كويس. حققت دقيقة 1:23. حبيت إن أنا أشارك فأجيت مخصوص القاهرة علشان أشارك فيها، ولحد دلوقتي حققت 1.20، بس بإذن الله ربنا قدرنا ونحقق يعني كده سكور أحلى، نكون من الناس اللي متأهلة يعني. السكور بتاعي 1:22 ثانية، تمام. لما سمعت بالإيفنت بتاع الجي تي أكاديمي عجبني جدا، وجيت بصراحة من اسكندرية للقاهرة عشان أشترك فيه. شفت جي تي أكاديمي على النت وعجبني الموضوع جدا، وأنا من محبي العربيات جدا، وإن شاء الله أكون معاك وأنا محقق سكور حلو الحمد لله،
دقيقة 18 ثانية، وإن شاء الله سافر مع نيسان، وأنا أصلاً من محبي نيسان جداً. عامل سكور دقيقة 25، والنهاردة تاني يوم لي ألعب في نيسان جي تي أكاديمي. سمعت عنها عن طريق البيت بتاعتهم على الفيسبوك، ومبسوط جداً أنا سمعت عنها وأن أنا شاركت فيها. معانا النهاردة فقرة التول درايف عربية أنا شخصياً بعتبرها من أجمل العربيات اللي بتكون في شوارع مصر، هي بيجو 3008. العربية اللي معانا النهاردة بتعتبر واحدة من أهم العربيات اللي قدمها لنا الأسد الفرنسي خلال السنين اللي فاتت، ومش بس كده، لكنها بتعتبر من أشهر العربيات في فئة الكومباكت كروس أوفر. العربية ابتدى إنتاجها سنة 2009، ورغم الانتقادات اللي اتقدمت للعربية دي في أول ظهورها بسبب تصميمها اللي شافوا إنه هو غريب شوية عن بقية الموديلات اللي بتنتجها شركة بيجو، إلا إن الصحافة ابتدت تكتب عنها بشكل إيجابي بعد فترة بسيطة، وحصلت على العديد من الجوائز من مجلات السيارات العالمية، كان منها سيارة العام لسنة 2010 من مجلة وات كار الإنجليزية، وسيارة العام من أيرلندا. تعالوا نشوف العربية بيجو 3008. على بيجو 3008 هنلاقي ان تصميمها جريء جدا، وده واضح من خطوط التصميم القويه للعربيه، وشكل المقدمه بتاعتها فعلا مختلف. من اهم المعالم فيها الشبكه الاماميه وشكل الفوانيس المسحوب على جوانب العربيه اللي فيه ترتيب مميز للاضاءه. اضواء الفوج لايت بتدي رؤيه اضافيه في ظروف القياده الصعبه مع تشغيل اضواء النهار، بالاضافه ان المصابيح او اللمبات بتستهلك نص كميه الطاقه. الجديد بقى في العربية بيجو 3008 الشنطة. شنطة العربية بتتكون من جزئين، بكده ده بتدينا مساحة أكبر للعربية وبتزود من حمولتها ل 200 كيلو جرام، علما بأن سعة الشنطة حوالي 432 لتر، وهي مساحة كبيرة جدا في فئتها، والمساحة دي كمان بتزيد بشكل كبير مع طي الكراسي الخلفية. على مستوى الأبعاد هنلاقي أن طول العربية 4.36 متر وعرضها 2.11 متر، ارتفاعها 1.63 متر، أما قاعدة العجلات فطولها 2.61 متر. بيجو 3008 مزودة بموتور 4 سلندر سعة 1600 سي سي، 16 صباب، قوة 163 حصان، عدد اللفات 6000 لفة في الدقيقة، بعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، بيتصل بفتيس أو نائل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات. على مستوى الأداء هنلاقي إن العربية بتوصل من سرعة 0 ل 100 في 9 ثواني ونص، وبالنسبة للسرعة القصوى هي 201. موتور العربية زي معظم مواتير عربيات بيجو بتتميز باستهلاك مناسب جدا للبنزين، وبالمناسبة تانك البنزين بيشيل لحد 60 لتر. مقصورة بيجو 3008 بتتمتع بمساحة رائعة للرؤية، والمقصورة بشكل عام بتوفر جو من الفخامة والراحة، خاصة في ظل التصميم الفرنسي المميز والمعروف والاستخدام المثالي للمساحات والخامات الخاصة بالتجهيز. لوحة القيادة تم تصميمها بطريقة عصرية وعملية، وبتوفر العديد من التجهيزات التكنولوجية في متناول يد السائق بسهولة. تكييف الهواء مزدوج المناطق بيوفر درجات حرارة مستقلة للركاب. بيجو 3008 من جوه فعلا عربية فخمة جدا وأنيقة، هنلاقي ان فتحة السقف البانوراما بتدي إضاءة حلوة جدا جوه العربية، ده غير التجهيزات الكتير اللي موجودة فيها، تقفيل فرش العربية والخامات المستخدمة فيه ممتازة، في استغلال لكافة المساحات الموجودة في العربية. بيجو 3008 بتوفر عدد كبير جدا من التجهيزات اللي مش متوفرة في عربيات كتير في فئتها، من ضمنها سي دي بلاير، وصلة اي يو اكس لتوصيل الأجهزة الخارجية، مساند رأس أمامية وخلفية، زجاج كهرباء أمامي وخلفي،
حوامل أكواب أمامية وخلفية، مسند يد أمامي، مساحات زجاج خلفية، حساسات لاستشعار المطر، دريكسيون مالتي فانكشن، حساس إضاءة أوتوماتيك، فرامل يد إلكترونية، سنسور للمساعدة في الركن. ده بالإضافة لعدد تاني كبير من التجهيزات. الأمان وسلامة الركاب بتعتبر من أهم العناصر اللي بتركز عليها شركة بيجو في طرازاتها المختلفة، وده واضح بشكل كبير في موديل 3008 اللي بتضم عدد كبير من تجهيزات الأمان زي 6 إيرباج ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات وفرامل EPS ونظام توزيع قوة الفرامل EPD ونظام إيموبلايزر ضد السرقة وجنوط رياضية بتوفر ثبات كبير للعربية على الطرق السريعة خاصة على السرعات العالية. وكيل علامة بيجو في مصر هو شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات CDCM اللي بتوفر من أول تأسيسها في مصر خدمات مميزة جداً لعملاء بيجو، والشركة بتوفر خدمات البيع من خلال شبكة كبيرة من قاعات العرض الخاصة بيها وبشبكة الموزعين المعتمدين. ده بالإضافة لخدمات ما بعد البيع من خلال أكثر من 16 مركز خدمة لعملاء بيجو في كل أنحاء الجمهورية. بيجو 3008 بالفعل من الموديلات المتميزة جداً اللي قدمتها لنا شركة بيجو، وبالتأكيد الموديل ده هيحافظ على نجاحه لأنه بينتمي لفئة الكروس أوفر اللي ناجحة بالفعل في السوق المصرية. ده غير المميزات الكتير جداً اللي موجودة في العربية، منها الموتور الاقتصادي اللي في نفس الوقت بيدينا قوة في الأداء والأوبشنز الكتير الموجودة في العربية، ده غير التصميم الفرنساوي الفخم الأنيق سواء لشكل العربية من برة أو من جوه. قلتلكم عربية جميلة جداً وبتناسب الأسرة المصرية. لسه معانا عربية تانية برضو بيحبها كل المصريين، خليكم معانا. لاحقاً أول ظهور لبوجاتي شيرون، فولكسفاجن تدفع ثمن أخطائها، لامبورغيني تبيع الأكاذيب، كيا سبورتاج الأعلى جودة.